في نهايه الستينات والسبعينات لغايه بدايه الثمانينات يمكن، وسافر احترف في امريكا. كابتن اسامه خليل سئل سؤال فني بعد كل السنين دي، تقريبا الراجل مبطل كوره بقاله 40 50 سنه، بس لما سئل عن حاجه خلانا لازم نراجع معاه. من هو اصعب مدافع لعبت ضده في مسيرتك؟ ده سؤال جميل قوي. فضل. الله يرحمه، الله يرحمه، ابراهيم يوسف. طبعا ابراهيم يوسف تايمينج، التوقيت. مصطفى يونس لعيب رائع، لكن من سهل ان اتعامل معاه. حسن حمدي في الوقت ده كنت احب افرح قوي قوي انه هيلعب في النادي الاهلي علشان هو الستوبر. لان كان اداؤه ضعيف بالنسبه للمقارنه بالنسبه للعيبه في الوقت ده. يا كابتن حمدي كان لا 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 اداء ضعيف جوه الملعب، وزير الدفاع. لا لا ده كلام يعني. بص يا كريم، المسميات بتاعه الاعلام الانتمائي غير، والواقع جوه الملعب غير تاني. هو لعيب يعني احترم قدراته طبعا، لكن فنيا انا كمهاجم فنيا لا طبعا ضعيف داخل الملعب، بمعنى ان انا احب العب عليه كمهاجم. تمام. لان اعرف ازاي اتصرف وازاي هو مهامه توجيهي. طيب الكلام الواضح جدا للكابتن اسامه خليل. اولا الكابتن حسن حمده باشمهندس لا يضيف له ان احنا نقول دلوقتي انه كان لعيب جامد جدا او كان لعيب قليل جدا. هو انا بس عايز اسالك سؤال اعتقد عندك اجابته. اتفضل. الكابتن اسامه خليل كان بيلعب ايه؟ جناح. على الطرف. طرف. المنطقي لما تيجي تقول مين المدافع اللي تعمل حسابه، خصوصا في الدور القديمه، اتكلم على مدافع على الاطراف، الباك الطرف. لكن هو ركز على النموذج بتاع قلب الدفاع. اتنين، هو الكابتن اسامه خليل مشي سنه 80 صح؟ طيب هو لعب على الكابتن، اولا ازاي لعب على الكابتن ابراهيم يوسف اللي انا بتفق معاه انه واحد من اعظم من لعبه في هذا المكان، ولو سالتني هقول لك ابراهيم يوسف، واخد بالك؟ رحمه الله عليه. لكن ايه علاقته بقلوب الدفاع؟ نمره ثلاثه، هو لعب قدام النادي الاهلي كم مره واستغل التفوق الفني بتاعه على الكابتن حسن. نحاسب الكابتن اسامه من باب احترام عقليات الناس، وعلشان كل واحد يكذب كذبه يتمسك من عظمه لسانه بالارقام. كابتن اسامه خليل نجم النادي الاسماعيلي، كابتن حسن اعتزل الكوره في اكتوبر 77. لغايه لما اعتزل الكابتن حسن كان الاسماعيلي ومعاه الكابتن اسامه خليل لعب ضد الاهلي، وفي كابتن حسن حمدي الباك اللي الكابتن اسامه كان بيستغل وجوده، سبع مباريات الاهلي بيقود دفاعه كابتن حسن حمدي، والاسماعيلي بيقود هجومه كابتن اسامه خليل، اللي فهم الناس ان هو استغل ده ياما، وانه دي القاب بتاعت وزير الدفاع ده الاعلام الانتمائي. طيب يا غزال يا غزال يا كابتن اسامه، عملت ايه في السبع ماتشات؟ واضح ان الاهلي اتقطع جامد لانه كابتن اسامه كان مستغل هذا الضعف. النادي الاهلي في السبع ماتشات يا باشمهندس كسب خمس مباريات. عندك تواريخهم؟ كسب خمس مباريات هقولهم لك بالتحديد. الاسماعيلي كسب مباراه واحده وتعادلوا مره واحده. الماتش الوحيد اللي الاسماعيلي كسبه يا كابتن اسامه ما انتش اللي جبت الجول، جاب الجول امين دابو في المباراه الشهيره بتاعت اللي دابو. يعني اسامه خليل ما شمش هدف في الاهلي واحد جاب في وجود الكابتن حسن حمدي. جاب كم جول؟ جاب جول واحد في النادي الاهلي بعد اعتزال الكابتن حسن، يعني الكابتن حسن اعتزل اكتوبر 77، اسامه خليل جاب جون في ثابت البطل في 17 فبراير 78 بعد اعتزال الكابتن حسن بسنه كامله. لكن حساب اسامه خليل مع الاهلي او الكابتن اسامه مع النادي الاهلي في السبع مباريات، لو كان ممكن اوريها لكم على الشاشه، بدات من 72 73 في استاد القاهره، الاهلي كسب 1-0 جابه محمود عبد الحي، بعديها الاهلي كسب 2-0 محسن صالح ومحمود الخطيب، بعديها عاطف السمري والاهلي والاسماعيلي تعادلوا 1-1، دي المباراه الوحيده اللي تعادلوا. الخطيب بعد كده 1-0، جمال عبد الحميد هدف اعتباري، محمد عامر ومصطفى عبده. بقول لكم سبع مباريات اولهم كان يا كابتن اسامه في 17 نوفمبر 72، سبع مباريات وانت مع الاسماعيلي ضد الاهلي، هدف اعتباري يعني شات الكره خبطت في حد، واخرها 6 يونيو 1980
ده حساب الكابتن أسامة خليل مع النادي الأهلي. لكن تفتكروا ما جبتش ولا جون في النادي الأهلي في وجود الكابتن حسن، ده كان يسمح لك تقول اللي انت قلته وإعلام انتمائي. لو كان في وقت كنا ممكن نجيب لكم آراء الكابتن أسامة خليل في الكابتن حسن حمدي والأهرام والإعلانات والكلام الفارغ إياه، عشان تعرفوا إن الرأي الفني دخل على الرأي الإداري والأمور دخلت في بعضيها. يعني أنت تفسيرك إن ده موقف شخصي؟ طبعا موقف شخصي، موقف شخصي. إحنا ضد إنه ده يتدخل فيه الأمر الفني في قيم فنية اعتزلت. كابتن أسامة اعتزل وكابتن حسن اعتزل وكل واحد قدم دوره في الملاعب في فترته، لكن مش صح ابدا يعني نكذب على الاجيال الجديده بالطريقه دي. ما من شك ان كابتن اسامه في فطرته كان واحد بيقدم نموذج من احسن النماذج، سريع جدا قوي جدا، بس كان على الطرف. انا ما اظنش كان له احتكاك كبير بالكابتن بقلوب الدفاع تحديدا يعني. وهو لما بعد كده راح مشوار امريكا، لما رجع حتى ما رجعش على النادي الاسماعيلي، رجع على النادي المصري. المصري. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل ناس كتيره كمان هتتمسك من عظمة لسانها.